بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء ومواساة إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة في وفاة الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وفته المنية عقب مسيرة حافلة بالعطاء المخلص لبلاده. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لدولة الإمارات شعبا وقيادة، راضيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، وأن يحفظ شعب الإمارات الشقيق من كل سوء.